الله يكرمك. عشت معانا يوم طويل النهارده. يعني انبسطت اهم حاجه. طبعا كل ما اشوفكم لازم انبسط. حبيبي يا كابتن. الله يكرمك. معانا ايه النهارده؟ الاول نبارك من النادي الاهلي وقبل بقيه الفرق المصريه ان شاء الله كلها في العبور للدور اللي بعد كده. مفيش للاسف فرق مصريه غير الاهلي في دوري الابطال. قصدك على الكونفدراليه؟ في الاسماعيلي في دوري الابطال. طبعا الاسماعيلي في الاسماعيلي وفي الزمالك والمصري في الكونفدراليه. ما انا بستغرب يا جماعه، بستغرب عشان الكابتن عوده يقول لي الاسماعيلي بس. انتوا بتروحوا معايا؟ لا طبعا الاسماعيلي نتمنى له طبعا ان شاء الله التوفيق. والزمالك والمصري ان شاء الله باذن الله يسعدك كل الفرق المصريه وننبسط كلنا يعني ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. اكيد والله العظيم احنا بنفرح، احنا بنفرح كجماهير يعني. بالظبط، ان في فرقه توصل، فرقه تشرف مصر في اي بطوله، حتى لو اي بطوله تحت اي مسمى، لكن تبقى البطوله الافريقيه، البطوله الكبرى، هي بطوله الكبار فعلا. بس هقول لك حاجه سر برضو، احنا لما كنا حكام سر. انت بتتكلم على قهوه بقى. كنت ببقى ما بنفرحش قوي ان الفرق البسيطه توصل النهائي، لان بيبقى فرصة صعبة لينا احنا كحكام ان احنا نحكم المباريات النهائية. يعني ادارة نهائي افريقيا مرتين. ما تبقاش مبسوط قوي يعني. لما بتبقى الفرق خلاص انت اتحرمت من انك تدير النهائي. طبعا بيبقى شرف للواحد ان هو يدير المباراة النهائية. والاسماعيلي طبعا من الفرق اللي حصلت كمان على بطولة افريقيا. طبعا في الجيل الذهبي بتاعه. اتفضل يا كابتن. طب الاول نقدم الحكام، يا ريت نشوف الحكام على الشاشة كده ونتكلم فيهم. المهم الحكم الرئيسي هو صادق سلمي، هو من مواليد 1984. اعتقد ان هو ادار مباريات في الدوري الممتاز بدايه من 2013 2014. دخل القائمه الدوليه من 1/1/2016. من الحكام اللي بيعدوا من حكام الصفوه دلوقتي في تونس، والسنه اللي فاتت اتحكم في بطوله الشان اللي هي المحليين، وظهر بمستوى كويس جدا، ودلوقتي محطوط في الاليت، او في الاليت ايه اللي هي النخبه ايه في افريقيا، اللي هم اعلى حكام في افريقيا. تمام. اللي فيها جهاد جريشه اليت ايه. اليت ايه هو محطوط، هو وحكم تاني برضو من تونس، في يوسف اسرائيلي، ده حكم برضو الحكم الاول، ولكن هو السنه الجايه اخر سنه ليه، فمحطوط يوسف اسرائيلي واثنين مساعدين، وده محطوط كمان في الاليت ايه. تمام تمام. ده برضو ادار نهائي كاس السنه اللي فاتت، نهائي كاس في تونس بين الافريقي وبين النجم الساحلي، والافريقي فاز 4-0 4-1. ايضا هو من الناس اللي هي المستقبل الكره التونسيه، او مستقبل التحكيم في الكره التونسي. وهو هنا برضو انا اتذكر ان هو جه هنا مباراتين، منهم مباراه بيراميدز والمقاولين، المباراه اللي هي كان فيها مشكله شويه ان كان عايزين الحكم الاضافي الخامس وكده والكلام، اعتقد الجماهير المصريه كلها متذكره هذه المباراه. تمام. وادار ايضا مباراه في الكونفدراليه، في الكونفدريشن كاب اللي هي بتاعت المصري ونهضه بركان. تمام. وكسب المصري 1-0. تمام. المساعد الثاني هو من ليبيا، يعني هو دايما بيطلع، هم الطقم ده بيطلع مع بعض دايما، الحكم والاثنين مساعدين، اسمه عطيه سعيد. ده يعني بروتوكول متعرف عليه ولا بتيجي بالصدفه؟ لا مش بالصدفه، هو خلاص بقى دايما بيحطوا الطقم، دايما بيديروا مع بعض، هو فاهم بعض. زي جهاد جريش لما كان رايح راح برضه بالطقم بتاعه وراح كاس العالم. تمام. ده برضه المساعد ده في النخبه ايه برضه، بس هو ليبي من مواليد 1980 برضه، اول سنه يتحط فيه في قائمه سنه في 1/1/2016. ومن المساعدين الاكفاء جدا جدا. تمام. المساعد الثاني اسمه ايمن اسماعيل، ده برضو من الناس اللي ظهروا بصوره كويسه في تونس، وده اول سنه ليه في القايمه في 1/1/2016، وهو من مواليد 86. الحكم الرابع ده احدثهم، هو من تونس ومواليد 81 ودولي في 1/1/2018. تمام. نجيب بقى الحالات. يلا سمير. اتفضل يا كابتن. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت نشوف الحاله الاولانيه، دي حاله الهدف. حاله الهدف. اوكي جميل جدا. عايزين نشوف بقى هل كان وليد كريم نيدفيد هل كان متسلل ام لا. اوكي عايزين نثبت. ايوه نثبت الصوره وهي بتتعمل. في اولا في اثنين مغطيين، ده في اثنين الليبرو اللي هو موجود على في دايره ال 18، والثالث برضو مش سابق، والباك رايت. بالظبط، باك ليفت كده ساعة ما خرجت. ايوه
هي تبدو في الاول في اول وهله ان هو متسلل، لكن هي ما فيهاش طبعا تسلل خالص، وكره سليمه 100%. واعتقد اتعادت من كذا اتجاه او من كذا زاويه، واعتقد انها هدف سليم 100%. اهي نشوفها تاني، اهي في الباك رايت مغطي والليبرو مغطي، تمام كده، تمام، هدف سليم طبعا للنادي الاهلي. ماشي، نشوف الحاله اللي بعدها. الحاله اللي بعدها دي كوره، هل هنا مروان محسن متسلل ام لا؟ نثبت الكره تاني من اخر لاعب، اخر زميل ليه وهو لاعبها. اعتقد الكاميرا مش جايباها قوي، بس هو في الاخر مسابق، يعني واضحه ان هو مسابق. تمام، ماشي اللعبه، اعتقد كان مسابق وباين انها تسلل. لو في اعاده ثانيه يا ريت تبان، يعني يا ريت تجيبها، لكن اعتقد ان هي تسلل سليم والمساعد. انا اعتقد اغلب الحالات هنجيبها عن تسللات النهارده. برضو نشوف الحاله دي ثاني، يا ريت تتعاد ثاني. نشوف اخر، ايوه لحد الان مفيش حاجه. ايوه، من هنا مروان محسن بقى مسابق، تمام كده، تمام، بقى متسلل، ماشي، تمام كده، التسلل واضح. واعتقد المساعدين اختبروا النهارده كتير، بس حالات سهله، حالات سهله، لا بس دي برضو مش سهله قوي. نشوف الحاله دي على محمد هاني. اللعبه دي طبعا فيها تهور، خلينا نتكلم فير، فيها تهور واضحه جدا، وكان كلم يا كابتن بتورطني كل مره، بس براحتك. لا احنا بص تعودنا ان احنا نكون حياديين، ماشي، فلازم الحياديه دي تكون موجوده. ماشي، بس اللعبة... فين بقى اللي تهور فين يا كابتن؟ اللعبه فيها تهور، الراجل ما لمسوش اصلا. ازاي بقى؟ امال دي في الاخر ماشي إيه؟ خلينا احنا يا جماعه، خلينا احنا فير يا جماعه. لا فيها تهور واضحه ويستحق فيها الانذار كمان. عايز تدي لبنان؟ ماشي، اهي اهي اهي، ماشي تمام، اعتقد انت تتفق معايا فيها. لا مش هقول. نشوف اللعبه اللي بعدها. ايوه، ايه اللعبه دي؟ انا شايف ان المدافع اللي طلعها، نشوفها تاني. يعني المدافع اللي طلعها، مروان محسن كان عايز يلعبها بكعبه، اعتقد المدافع اللي طلعها، وكانت كورنر واضحه، ولكن المدافع اللي طلعها فهي ركله ركنيه، اتحسبت ركله مرمى، مش مشكله، هي حاجات كلها اخطاء، لو اخطاء ضعيفه جدا جدا. ف ايوه اهو اخر واحد لعبها، هي صعبه بصراحه، صعبه، الكاميرا مش مبينها قوي. مدام برضو شفت انا فير ازاي؟ طب جميل، هي احنا برضو هنبقى مع الحكم فيها. ماشي، شوف اللعبه دي، اللعبه دي تبدو من اول وهله ان انت تشوفها انها تسلل، مفيش حاجه. شريف تاني، شريف نعيد الكره دي، نعيدها تاني، واخر ما لمسها زميل محمد شريف مين اللي لعبها؟ ايوه، لحد الان مفيش حاجه، وهي مفيش حاجه، لا قبل دي وهي بتخرج، لحد الان مفيش تسلل خالص، هي خرجت الكره، في المدافع مغطي، مدافع الاثيوبي، وبالتالي الكره ما فيهاش اي حاجه، ولو كانت هدف كانت هيبقى هدف سليم 100%. تمام. اللعبه بقى اللي بعدها نشوفها. دي تميز من الحكم كويس جدا، ان هي كانت لعبه فيها خطا ضد لاعب النادي الاهلي، وهو مشى اللاعب تحت الفرصه، ولم لقى عدم الاستفاده منها، فرجع في القرار تاني وصفى. هي الفاول واضح. فين بقى اللي واضح يا كابتن احمد بقى يا كابتن؟ فين اللي واضح في الفاول ده بقى؟ لا رجع تاني. شوف كل ما بحاول ابقى معاك فين، مش بعرف فين اهو الرجل. اهو الرجل اهي. فين يا كابتن؟ طب قول لي. هي دي اهي. بعيد عنه يا كابتن. يا كابتن. ماشي يا سمير سنه؟ لا اهي الرجل اهي. الرجل اهي. يا جماعه ده الرجل في الرجل. بيتهيأ لك يا كابتن. لا والله هي واضحه. ماشي. هي واضحه بعيدة. اهي الرجل في الرجل. بص لما نزل الرجل بقى فين؟ اهي. كانت على الارض رجل كلوباتيك. وبعدين حتى لما جه طلع اهي في كمان اعاقه اهي 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 بص بقى وهو طلع. ايوه. بص اهي. فين؟ الرجل اعاقته هنا كمان. ماشي يا كابتن عشان خاطرك. ماشي يا ابو الكبير. فهي هي فاول، وفاول صحيح، والحكم مشى تحت اللعب، ولكن لم يستفد منها اللاعب. فاتحسبت. تمام. نشوف اللعبه دي واضحه انها هاند بول على محمد شريف. طيب احنا بنقول ليه ما خدش فيها انذار؟ ماشي. هو القرار سليم ما فيهاش انذار. ليه؟ لازم يبقى فيها برومسنج اتاك، او فيها تكون هجمه واعده. هل دي لما تعدي هل في لاعب كان ممكن يعمل منها هجمه واعده؟ لا، ده في كذا لاعب هنا، ولعبه ما فيهاش انطلاقه للمهاجم انه ممكن يعمل هجمه منها. لازم يبقى فيها برومسنج اتاك، ولا هو منع دلوقتي حاجه كان ممكن مهاجم يروح واحد ضد واحد لكولوبالي ويرقصه ويجيب. لا 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 لا، لازم مثلاً يكون فيها هجمه واعده عشان يبقى فيها كارت اصفر. تمام. ماشي. فهي ما فيهاش، هي مجرد خطا فقط، وما فيهاش كارت اصفر.
وده ماشي. قرار سليم 100% للحكم. ماشي. نشوف دي برضه ديت اعتقد دي واضحه انها فيها والفاوله. احنا لسه شفناها كابتن عوده. نشوفها تاني ما من اول وهله باينه فنشوف برضه في الاعاده ان في عرقله ولا لا. في هتقول لي لا برضه؟ لا انا مش انا قلت حاجه لسه انا بشوف اهو انا بشوف. لا قبل دي قبل دي خضه مثلا يا كابتن خضه. هات ارجع سمير دي. تاني نشوف يا سمير. بص اللاعب جاي باندفاع اهو اي لمسه ليه ارجع أي يا سمير. ايوه يا لا اهو اهي في ايد اولا بص في ايد اهي في دفعه اهي اهي الدفعه واضحه ماشي ماشي ده غير ربما يكون في رجل طبعا هي مش باينه قوي لان فيها احتكاك لكن الايد كانت واضحه جدا فالركله الحره المباشره واضحه من ورا. ايوه هات اللقطه دي بقى هات اللقطه دي تاني هات اللقطه دي تاني يا سمير زحمه امشي بقى امشي 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 اهو ايوه الايد بقى فين هتبان هنا الدفعه هتبان هنا ايد هشام اليمين اهي باينه جدا مين اليمين اهي باينه جدا اهي اللي محط ورا ظهره ما بعد ما وقع ده دي بعد ما خلاص ماشي. هو فقد توازن بس بص تمركز الحكم فين برضه نبص تمركز الحكم رائع ومتميز جدا والحكم كان تميز باللياقه البدنيه العاليه جدا وهو ده اعتقد ان هو ده اللي هيمسك الرايه بعد يوسف السرايري اللعبه دي اللعبه دي برضه يا ريت تتعاد تاني نشوف ميدو جابر لو كان الكره جات له لو كان لمسها ودخل الجون هل هيبقى هدف سليم ولا لا لحد الان مفيش اي حاجه لحد اهي تمام سليم 100% المدافع مغطي ولو كانت ميدو جابر لمسها كان هيبقى هدف سليم 100% كريم شيطه في الجون مش لعيبه الميدو معلش احنا بنقول بقى ايه لو لمسها المهاجم هيحطها طبعا جول صحيح هدف سليم 100% لو جت براحتك لو عايز تعملها اوف سايد ماشي برضه انا ولكن ده تميز من المساعد طبعا المساعدين النهارده اختبروا كتير الحكم الماتش كان سهل جدا ما كانش فيه صعوبه كتير ما لقاش فيه صعوبه هو لا بيستخدم الكارت خالص طوال المباراه ولكن في كارت مستحق اللي هو لمحمد هاني وانا اعتقد ان اداؤه كان عالي جدا وكان التمركز كان كويس جدا كان هاني اللي عمل تاكلينج هو اللي عمل تاكلينج تمام يعني تدي الحكم كم من 10 لا اصل هو الماتش ما فيهوش حاجه الماتش يستحق 9 من 10 يعني مش والمساعدين يستحقوا نفس الكلام دي اعلى درجه بتقدر تديها للحكم يعني كابتن عوده الفريق النهارده وصل متاخر جدا لو الفريق ما وصلش اكيد طبعا المباراه بتتلغي طب لو وصل انا ليا تجربه طب اتفضل خليني بس اقول لك اصل في ناس بتبقى قاعده هتبقى قاعده لي على الواحده مش عارف انا الظاهر مضايق ناس كتير قوي اتفضل بيفهموا كلامي او بياخدوا انصاص الكلام يعني الفريق جه متاخر لو ما جاش خلاص المباراه بتتلغي والنادي الاهلي بيكسب او اي فريق بيكسب طب لو جه دخل الملعب بقى متاخر يعني مثلا وقت المباراه الساعه مثلا 2 الظهر او 9 بالليل او 8 ايا كان والفريق ده وصل متاخر على مراحل يعني فريق مثلا دخل 8 لعيبه المفروض يعمل ايه لو الفريق اتاخر فيه 8 لعيبه تانيين جايين او 10 لعيبه تانيين جايين اتاخروا حصل اي حاجه ايه اللي بيحصل في المواقف دي هو في وانا قدمت السكور شيت ان انا بس في 8 كاداري ولا لازم اقدم السكور شيت في كل الفريق طيب. نجاوب على السؤال التاني في سؤالين في شقين دلوقتي اتفضل في شق الاولاني اللي هو لو الفرقه ما جاتش واخد ودي حصلت معايا دي حصلت معايا كنت من ما جاتش خالص كان كنت براقب ماتش في نيجيريا فرقه اسمها وولفز واري ضد فرقه وولفز اللي هي الذئاب واري اللي هي منطقه اسمها واري هناك اوكي ماشي ضد فريق كان من بطل رينيون تقريبا تمام انا كمراقب قبل المباراه بطمئن ببعت انا في الماتشات الاولانيه ديت اللي هو زي ماتش النهارده ده بيبقى فيه حاجه اسمها ماتش كوميشنر بس ما بيعينوش او مراقب المباراه ما بيعينوش مراقب حكام ولا بيعينه اللي هو كوردينيتور او جنرال كوردينيتور المنسق العام لكن في من اول المجاميع الجايه بيتحط فيه الثلاثه بيتحط فيه الماتش كوميشنر اللي هو المراقب العام والكوردينيتور الجنرال كوردينيتور والريفري اسيسور او القيم التحكيمي الماتش ده كنت انا لوحدي يعني انا اللي قايم بكل الادوار ديت فالتقرير التقرير بتاعك بيجي اصلا انا ببعت كمان تقرير بالميل اوكي لازم مش ببعته هارد ببعته سوفت تمام ما ببعته كمان بيبقى من 6 صفحات تمام فكل صفحه عشان اقلب على الصفحه اللي بعدها لازم ما ينقلش الصفحه اللي بعدها غير اما اكون مليتها تمام طيب النتيجه هنا المفروض الماتش ما تلعبش فالنتيجه لازم احط مثلا صفر مثلا صفر واحد طب انا احطها ازاي
فالحقيقه برضو اتصلت بالكاف بالاتحاد الافريقي بالاي تي هناك وقالوا لي تعمل يعني عدلوا لي في حاجات. نفس الكلام كان في مشكله برضو بالنسبه لي درجه الحكم. فكاتبين لي من 0 لـ10. طب انا هدي الحكم ازاي اذا كان الحكم ما لعبش المباراه؟ فمن هنا لازم تملى كل حاجه في ما فيش ما بيقلبش على الصفحه اللي بعدها. يعني التقرير من 6 صفحات ما بيقلبش على الصفحه اللي بعدها، لازم املى كل صفحه. طب املى اي حاجه ما اقدرش هدي الحكم درجه على اي اساس؟ فدي من الحاجات. وبعدين بقى ايه؟ طب عملت ايه؟ ما هي دي بقى حاجات بقى انا كمان كل شويه، انا المفروض كمان كمراقب المباراه ببعت الحكام هتوصلوا امتى؟ كل حاجه هتوصلوا امتى؟ في طياره كذا وانسق هناك اول ما بوصل هناك، حكام جم ولا لسه؟ طب هيجوا امتى؟ وكلام من ده. نفس الكلام الفرقه الثانيه ببعت لهم ميلاد وابعت فما ردوش عليا، بعت للاتحاد الافريقي، الاتحاد الافريقي بعت كمان ليهم ما ردوش. وهكذا لحد حتى الاجتماع الفني كان المفروض قبل المباراه بيوم، اجلته ليوم المباراه. الفرقه ما جاتش، واخد بال حضرتك؟ فجينا كمان عند المباراه فالفرقه ما جاتش، طبعا الماتش اتلغى والماتش الفرقه ما جاتش وانسحبت، وبعت التقرير بتاع الاتحاد الافريقي. ولكن دي كانت ظاهره يعني، بس فهمني حاجه عشان الساده المشاهدين يفهموها معايا، يعني الاتحاد الافريقي متوقف على الميل اللي تبعته لهم؟ اه طبعا يعني انا ببعت على فكره بالمناسبه قبل المباراه على طول ببعت له التقرير، ببعت له السكور شيت او اللعيبه والاحتياطي ببعتها له قبل المباراه. يعني ببعت له هو طبعا في الانديه حاجه والمنتخبات حاجه. ده ليه في البطولات الافريقيه بس يا كابتن عوده؟ اكيد في البطولات الافريقيه بس، اللي هي الفرق اللي تبقى مسافره من بلد لا لا، والفيفا كمان ببعت لها يعني. لا انا قصدي الحالات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي ما يعني ما بتبقاش مقياس للدوري عندنا مثلا او في اي دوريات. لا لا، لا في الكاف وفي الفيفا كده ببعت بتاع بالميل على طول قبل المباراه، بديهم التشكيل قبل المباراه. بديهم التشكيل قبل المباراه. الفرقه جت بعد ما وقت المباراه عدى وحضرتك لسه مش ما بعتش الميل؟ لا لا لا، ما الحاجات دي كلها بلاند يعني، كلها متخططه. أوكي. ان انا قبل المباراه كذا كذا كذا، انا بتكلم في الظروف العاديه. في الظروف العاديه. لكن الماتش ده خلاص الفرقه ما جاتش، وانا تاكدت وتيقنت ان الفرقه ما جاتش يعني. انا مهما جاتش الاجتماع الفني وحتى منزلنا، انت بتبلغ حتى لو بتليفون لغايه لما الميل بتبعت؟ لا لا، لازم ببعت التشكيل، تشكيل الفرقتين قبل المباراه سواء للكاف او للفيفا. تمام. ده لازم واخد بال حضرتك. فالمهم دي حاجه. الحاجه الثانيه نرجع بقى للموضوع الماتشات بقى اللي جايه، بيبقى فيها ماتش كوميشنر والمراقب العام، وفيها ريفري اسيسور، وفيها جنرال كوردينيتور. الجنرال كوردينيتور بيشيل كتير قوي من المراقب العام او المنسق العام من المراقب الماتش. هو بيجي قبل، هو اللي بيبقى مسؤول عن التنسيقات في النزول اللعيبه، في الامن، في الحاجات ديت، حاجات كتير جدا بيشيلها من المراقب. لكن لو مش موجود المراقب هو اللي بيقوم بكل ده. الريفري اسيسور اللي هو المقيم التحكيمي هو مسؤول عن الاداء التحكيمي وبيقيم الحكام. نرجع بقى للسؤال الثاني اللي حضرتك سالته، ان دلوقتي لو جت فرقه، اولا الحد الادنى للاعبين يكونوا 7 لاعبين. تمام ماشي. طيب انا دلوقتي جه 7 لعيبه بس. جه 7 لعيبه ماشي. طيب ايه المشكله دلوقتي؟ لو انا لازم احط عدد من الاحتياطي 7، احط 7 احتياطيين، بحيث لو حد جه من ال7 دول بيبقى اسمه استكمال. احط 10 بقى، احط 11؟ لا، ما هو انا ما ينفعش 11 صحيح. الحد الاقصى ليا هنا لحد الان 7، لان وال7 التانيين قدام. انما في الفيفا يعني ماتشات الفيفا اللي فاتت دي سواء التصفيات او كده كان بيبقى 12 لاعب. انت حضرتك بتتكلم ال7 اللي نزلوا الملعب خلاص. السبعه اللي نزلوا بعد كده السكور شيت بيبقى ال7 اللي هو الاحتياطي. احنا بنتكلم على الحاله اللي عندنا هنا في مصر مثلا. اوكي. واخد بال حضرتك؟ دي حاجه مهمه كويسه حضرتك. فلازم يكتب ال7 اللي هم الاحتياطيين بحيث ان حد جه منهم هينزل ويعتبر ده استكمال. ماشي؟ ومش هيعتبر تغيير. بحيث ان النهارده لو هم مثلا 8 بادئين المباراه وجه 3 هينزلوا، مش هيبقى استكمال، مش هيبقى تغيير. بس لازم اكون كاتبهم في السكور شيت. ويبقى في بالظبط، وفي 4 تانيين احتياطيين اقدر اغير منهم. اما لو انا ما كتبتش حد في الاحتياطي خالص، فاي حد هيجي هيعتبر استكمال، هنشوف يكون متسجل وكده، يكون استكمال لكمل ال 11، لكن ما فيش حد بديل، ما فيش يعني لو جه حد بقى فوق ال 11 اي حاجه كده مش هينزل، ما فيش تغيير. خلاص كده. فطبعا. طب ايه الحكمه يا كابتن؟ يعني ايه الحكمه؟ الحكمة ايه؟ الحكمة ما هي مش هي يعني هي. انت عملت روح القانون في الاول ولغيتها في التاني. طب وليه انت ما تكونش حريص على نفسك؟ انت مظروف يعني حط الاحتياطي، حط اللاعبين الاحتياطي من اول الماتش، من حقك انت تحطها، انت ما حطيتهمش يعني اي ظرف. دي غلطتك مش غلطتي.
طب انت ليه ماشي روح الكورنيش ومش ممشيها هنا؟ لا مش لا لا تعال.